قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تتحدث في العنان والعنان الغمام بالامر يكون في الارض فتسمع الشياطين بالكلمه فتقرها في اذن الكاهن كما تقر القاروره فيزيدون معها مائه كذبه